أيها الشعب، تحية لك أيها الشعب، وداعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقراءة هذه الكلمة ينضم إلينا المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور جمال الحميري. دكتور، أهلا وسهلا، سعدت بالخير. مساء الخير، وكل عام وأنت بخير ومشاهدينك الكرام بخير وبصحة وعافية. وفي البداية أترحم على الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح والأستاذ عارف عوض الزوك الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، رحمهم الله، ترشاهم برحمته إن شاء الله. بالنسبة نعم، وكل الشهداء الذين سقطوا معهم. قراءتك الأولية للكلمة الأخيرة للشهيد الزعيم. نستطيع نقول بأن الرسالة قراءتنا لما قاله الزعيم هي كانت امتداد للوصايا التي ألقاها قبل ذلك في الثاني من ديسمبر 2017، وهذه قد تناولت، أنا أعتقد، جملة وتفصيلا تناولت عدة أبعاد من سواء كان في البعد السياسي أو البعد الفكري أو البعد الإنساني والبعد الاقتصادي، ناهيك عن البعد القومي العربي. قد تضمن كلمة الزعيم حيث بدأ في كلمته في البداية ينادي يحيي الجمهوريين، يحيي أبناء الشعب اليمني، يا جماهير 26 سبتمبر و14 أكتوبر. هنا تأتي الرسالة واضحة تماما للجمهوريين، لأبناء الشعب، يناديهم بالانتفاضة الشعبية والاستمرار في الانتفاضة، اتصالا للوصايا السابقة التي كانت في الثاني من ديسمبر 2017. وعندما نتناول البعد السياسي وتناول من عدة قضايا من حيث ناحية الشراكة مع الحوثيين، ونحن نعلم جميعا بأن علي عبد الله صالح عندما تم الشراكة مع الحوثيين ليس كما يدعي الآخرين بأن علي عبد الله صالح أتى لمشاركة الحوثيين والانقضاض على مؤسسة الدولة أو السيطرة على مؤسسة الدولة، وإنما هو كان في حالة إنقاذ الشعب اليمني أو إنقاذ مؤسسات الدولة من هذه الميليشيات، لعل وعسى أن هذه الميليشيات تعود إلى صوابها، لأنه كان دائما علي عبد الله صالح، ونحن نعلم أنه رجل متسامح، رجل عفو، يقول لعل وعسى أن تعود هذه الميليشيات إلى صوابها، فحاول أن يتمسك ببعض مؤسسات الدولة من أجل لا يتم السيطرة عليها أو الانقضاض. ونحن نعلم تماما لو كان في ذلك الوقت علي عبد الله صالح لن يكون هو رجل الدولة الأول أن ماسك الدولة، أن يكون رئيس دولة أو يكون وزير دفاع حتى ينادي بأن هذه ميليشيات. ونحن نعرف أنه كان مطلوب علي عبد الله صالح خارجيا، ولن يطمن حتى من دول الجوار، من الدول الجوار. هذا أنا أتكلم عن نواحي البعد السياسي. أما من نواحي البعد الفكري، فقد تناولت رسالة الزعيم الأخيرة، تكلم حول الملازم وحول الصور وحول الولاية، نقول الولاية، ولاية الفقيه التي يضمن في الحوثيين. فالشعب الآن يقول لك يقع، وهذا نظر لها من البعد الإنساني، بأن الشعب له سنة، ذكر في كلمته 3 سنوات عجاف، يمر الشعب ب3 سنوات في ظلم وسلطة الكهنوت، والناس بدون رواتب، بدون غذاء، بدون دواء. فتكلم من النواحي الإنسانية بالبعد الإنساني كثير. في البعد الاقتصادي، وعندما ذكر أنه كان على هكذا هم الناس، عندما نقول الناس الوطنيين، الناس التاريخيين، الزعماء، هم يتركون الأثر حتى بعد رحيلهم. حتى عندما تكلم عن البعد الاقتصادي، علي عبد الله صالح ماذا ورث؟ يقول أنا ورثت، يعني ورثت بنية تحتية، أنا من الشعب وإلى الشعب، وعدت الشعب بأن أحيا وأعيش مع الشعب، فصدق بوعده تماما. تناول في البعد حتى البعد القومي الوطني العربي، وهذا بصراحة مدهش جدا، يا إنسان بين الموت، في لحظات الموت والقصف، يأتي من هنا وهناك على بيته، على منزله، وهو في داخل المنزل ويذكر القضية الفلسطينية. هنا الرجال الوطنيين، هنا الرجال الأوفياء، هنا أصحاب المبادئ تأتي هنا تشعره من كلامه، يتذكر القضية الفلسطينية. عفوا على ما ذكرت، وقد كان الخطر محدق به على بعد أمتار، على بعد أمتار من منزله، وهو يقول، وأيضا يعني وهو يهم قضايا الأمة العربية، قضايا الأمة العربية، وهذا الشعب اليمني، ويهم الشعب اليمني، ويهم قوة الشعب اليمني، ويتحدث عن مصلحة أبناء الشعب اليمني. بالضبط. نعم، برأيك ما أهم الرسائل التي بعث بها الزعيم قبيل استشهاده لأبناء الشعب اليمني؟
هي أهم رسالة أن يثوروا أن ينتفضوا، وذكرها ثلاث مرات، ثوروا 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 من أجل استعادة الجمهورية، من أجل استعادة الديمقراطية، من أجل استعادة اليمن. هنا هذه الكلمة الرسالة التي أدها للشعب، وقال على كل يدعو إلى الإضرابات، وهذه التي لن يفكر لها السياسيين حتى اللحظة، الإضرابات على مستوى مؤسسات الدولة، هنا أن يأتي الإضرابات على مستوى النقابات، على مستوى المدرسين، على مستوى الموظفين في كل مؤسسات الدولة، ليثيروا ضد الكهنوت، ليثيروا ضد هذه الميليشيات من أجل استعادة الجمهورية واستعادة الدولة واستعادة مؤسسات الدولة. دحضت الكلمة أكاذيب عديدة روجت لها ميليشيات الظلام الحوثية بعد استشهاده. أبسط مثال ما روجت له والمسرحية الهزلية التي قالوا إنه يعني قتل خارج منزله وما إلى ذلك. هذه مسرحية هزلية كالتمثيليات التي حصلت في بعض البلدان، نعلمها جميعا، عندما قالوا علي عبد الله صالح كان هاربا وفي البطانية وكذا وهو مات، والقصف وأنت تسمع كلمته الآن الأخيرة قبل استشهاده بثلاثة إلى أربع ساعات، والقصف من أسلحة ثقيلة وخفيفة كلها على رأسه بتبعد بخمسين متر حتى دخلت إلى البيت، فأسقط شهيدا وهو يقول في كلمته: إذا حييت فأنا خادما للشعب هذا، خادما للشعب هذا، وإذا بقيت حيا سأكون خادما للشعب هذا، وإن توفاني فوداعا. فهنا نال الشهادة في بيته وهو مدافعا عن بيته، فنقول إنه منح الشهادة الذي كان يريدها. ما المتوقع أن تحدثه الكلمة من دافع لليمنيين جميعا والمواطنين؟ المفروض الكلمة إنها طبعا إحنا نعرف القاعدة الجماهيرية والشعبية والحاضنة الشعبية للمؤتمر الشعبي العام خاصة وللزعيم علي عبد الله صالح عامة بين أوساط الشعب اليمني. علي عبد الله صالح كان رجل ديمقراطي، علي عبد الله صالح كان رجل وحدوي، كان رجل ديمقراطي، رجل بنى اليمن، لن يورث سوى بنية تحتية لليمن، ورث لن يمتلك شيئا كما ادعوا حتى من المبررات، عفوا لم نذكرها من أكاذيبهم، الأموال التي حصلوها لعلي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح الأموال اللي الآن اللي يملكها مشرف من الحوثة، المشرف من الحوثة يمتلك أموال ما امتلكهاش علي عبد الله صالح وهو 33 سنة في الدولة. علي عبد الله صالح وذكرها بالتفصيل وقال من أين حصل، سواء كان لديه بيت أو بيتين أو ثلاثة بيوت، من أين كانت له هذه الأشياء، إنما كانت دعم للمؤتمر الشعبي أو دعم وجدها من دول أخرى ناتج الديمقراطية المتواجدة في اليمن. نعم. كونها في الشرق الأوسط ومعروف لبناء الديمقراطية في المناطق في البلدان النائية. نعم. هذه اللي كان يورثها علي عبد الله صالح، ورث الشيء هذه، ورث بنية تحتية والكل يعلم ذلك، ولكن نقول إن الرسائل هذه اللي ترسلها للشعب أن تنال القبول، هي منالة القبول في الشعب أوسط الشعب اليمني، ولكن تحت ضغوط الحوثيين وتحت السيطرة والقبضة في المدن والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين لا يستطيعون الخوف، ولكن لعله وعسى احنا في الأيام القريبة العاجلة ستبان وستنكشف حاجات وسينتفض الشعب إن شاء الله استمرارا للثورة الثانية من ديسمبر. نعم. الدكتور جمال الحميري المحلل السياسي والأكاديمي، شكرا جزيلا لك. قوات المقاومة الوطنية تحرز نجاحات كبيرة أثناء تقدمها صوب مدينة الحديدة. يقال